ننتقل معك إلى صحيفة الانتباه ومنها نقرأ: وزير المالية الشعب للشعب، سقطت الحكومة أم لا؟ ما عندكم حل غير رفع الدعم؟ حمل وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم تجار العملة مسؤولية رفع أسعار الوقود دون ذكر إحصائية تؤكد ذلك. وقال جبريل إن اتخاذ القرار مبكرا سيؤدي إلى حلول مرضية، وأضاف: رفع الدعم ما كلام في الهوى ساي، حال سقطت الحكومة ستأتي حكومة بذات الخطوات، ما عندكم حل غير رفع الدعم. وجزم بالإبقاء على دفع أو دعم القمح والغاز والفيرنس. ورد جبريل على انتقادات عنيفة من أحد المتحدثين بالمؤتمر عن إسقاط الحكومة بسبب رفع الدعم بالقول: سقطت أم لا؟ ما عندكم حل غير رفع الدعم. مؤكد خروج وزارة المالية من دعم البنزين والجازولين نهائيا. الآن أستاذ طاهر، وزارة المالية خارج دعم البنزين والجازولين، والمواطن يواجه السعر العالمي حسب ما شاء وحسب ما في جيبه. وتابعنا بالأمس انتشار حملة بعنوان بطلة في الكوبري وما إلى ذلك. ما بين القرارات التي تصدرها الحكومة الاقتصادية ويتفاجأ بها المواطن، وما بين واقع المواطن المأزوم وغضب هذا المواطن، كيف تقيم المؤتمر الصحفي اليوم أمس؟ كنت حضورا في هذا المؤتمر الصحفي. الحكومة فعلت خيرا بأن خرجت للناس، قدمت مبرراتها الكاملة لإصدار هذه القرارات، وتم تشبيهها بأنها عملية جراحية قاسية يحتاج إليها المريض، لا مناص من أن تقوم بها. ليس التشبيه الأول في العملية الجراحية تقريبا، حتى حديث جبريل نفسه، وهذا ما أود أن أسأل عنه. وعذرني على المقاطعة أستاذ طاهر. كل الحكومات وكل الوزراء الذين يأتون هذه عملية جراحية معقدة، هذه عملية جراحية، إنعاش المريض، ويستلف التشبيهات، وهذا المريض لا 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 يوجد تطور في حالته. هذا الرفع ليس الرفع الأول، ربما الخامس أو السادس، لكنه ربما الأخير. الآن الحكومة خرجت نهائيا من دعم البنزين والجازولين، لكن لا توجد مؤشرات لبعض الانفراج في مناحي أخرى في الحياة. طيب، حزمة من الإجراءات الاقتصادية تبعتها حكومة الفترة الانتقالية الأولى والثانية، واحدة منها كان مخطط منذ 1/1 سنة 2020 لإجراءات رفع الدعم من الوقود بالتدريج. ما حدث وقتها أن وزير المالية عرّب هذه السياسة، بالمناسبة هو الدكتور إبراهيم البدوي، وجه بصراعات حزبية من الحاضنة السياسية اضطرته إلى الاستغالة، وقبل استغالته وزير المالية. أتت بعد دكتورة هبة، والآن أتى دكتور جبريل، ويسيرون في نفس الخطى. لكن تحديدا الإجراءات العميقة التي تجري الآن لديها ارتدادات اجتماعية خطيرة، لديها تأثير على رفع معدلات التضخم، لديها تأثير على انخراط مجموعة من الطبقات في الفقر. بالتالي مطلوب من الحكومة السياج الاجتماعي اللازم لحماية المواطن ذوي الدخل المحدود من هذه الإجراءات هي الغائبة الحاضرة. الحكومة أعلنت مرارا وتكرارا أن لديها لهذا السياج الاجتماعي برنامج ثمرات وبرنامج سلعتي. على أرض الواقع هناك بطء شديد في إنزال هذه البرامج والسياج الاجتماعي الخاص بها. أمر آخر، كنت أعتقد أن وزارة المالية وهي تتخذ هذه القرار تضع عدد من المعالجات لمسألة مثل المواصلات العامة. تكلفة الوقود مثل ما تحدث أمس تمثل 20% من عناصر التكلفة الكلية للنقل. 80% تندرج تحت قطع غيار أو إطارات أو غيره. كان يمكن للحكومة أن تعفي بعض مدخلات صناعة النقل حتى تقدم للمواطن خدمة أكثر. هذا ما أودت أن أسأل عنه، ولنربط هذا الحديث الذي قلته وهذه الإجابة بكلام دكتور جبريل أمس. في وقت سابق صرح جبريل إبراهيم عن عدم جاهزية الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة فيما يخص روشتة البنك الدولي، حسب ما ذكر وقتها في مؤتمر صحفي سابق حين توليه لوزارة المالية. ما الذي استجد في الأمر؟ الذي استجد، دعني
أضع علامتين بتاع استفهام حوالين الجملة دي. السودان الآن به 3 مليون طفل خارج التعليم حسب إحصائيات الأمم المتحدة. السودان الآن 64% من مواطنيه لا يجدون تيار كهربائي ولا يعلموه، وحتى 36% الذين يجدون التيار غائب عنهم أغلب أوقات اليوم. بالتالي خطط التنمية المستدامة التي يمكن أن تنهي الحروب وتنهي الصراعات هي في إجراء جراحات تطور الأمر وتصل إلى إصلاح دائم. ما غاب عن مؤتمر الأمس هو قال وزير المالية أن هناك ضوء في آخر النفق، يرى هو مطلوب منه أن يرى الشعب السوداني هذا الضوء وليس وزير المالية فقط. مطلوب مصفوفة زمنية تحدثنا عن أن بعد 7 أشهر سوف تكون هناك أثار إيجابية. هذا هو الأمر الذي غاب عن حديث أمس. الآن الزيادة أصبحت واقعا معاشر أستاذ طه، ومن المعروف ما سيترتب على هذه الزيادة في حياة المواطن، مزيد من الضنك، مزيد من الصعوبات، مزيد من الـ من الـ من المشاق التي قد تخرج الناس مرة أخرى، والتي أخرجت الناس في السابق. أنت تعلم أن هذه الثورة وهذا الحراك كان جزءا منه سياسيا واجتماعيا، ولكن العامل الحاسم الذي أشعل هذه الشرارة كان اقتصاديا. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟ لا يستطيع أحد أن يتوقع، بغض النظر عن فائدتها أم من عدمها، هل نحن على أعتابها؟ الشارع هو فقط من يحدد، حتى في ديسمبر الشارع هو من حدد. جميع المحللين وجميع المنظرين لم يستطيعوا التنبؤ بحدوث ثورة كاملة مثل ما حدثت في ديسمبر. الآن بيصبح ضرب من الحديث بيصبح ضرب من غير معلومات كاملة. لأننا نتابع عدد من الأشخاص يدعون لمواكب لإسقاط هذه الحكومة لمليونيات، ونتابع أيضا تفاعل الناس معهم. نعم، وبالأمس أنا شخصيا مررت بعدد من شوارع الخرطوم ورأيت المتاريس ورأيت الأساتك المحروقة، والآن هناك دعوات، لكن لا أستطيع أن أجزم أنه يمكن أن تحدث ثورة كاملة. الشعب السوداني تعود أن يفاجئ جميع المحللين، جميع متخذي القرار عندما يأخذ قراره بإسقاط حكومة. ما زال الوقت مبكرا للحديث. هل تعتقد أن التوقيت مناسب لمثل هذه القرارة؟ دعني أقول أمر هام جدا كان يجب أن يعلن أمس. الحكومة لديها ارتباطات وثيقة بالمجتمع الدولي، مجموعة من الشروط والترتيبات انصاعت لها وقامت بتلبيتها. هذه الشروط من ضمنها تحرير سعر الوقود كما نعلم، والدولار الجمركي أيضا، عدد من الإجراءات التي يجب أن تتخذ وصولا إلى نقطة اتخاذ القرار بإعفاء السودان من حوالي 47 مليار دولار من المديونية الموجودة على عاتق السودان تراكما منذ سنوات، ووصولا إلى منح السودان عديد من المنح والقروض. وأعلن أمس وزير المالية أن هناك مبلغ 2.5 مليار دولار سيتوفر في يوليو القادم.